سندوتش انا اكلته لحمه مفرومه، سندوتش لحمه مفرومه، اه كفته كده ولحمه مفرومه وكميه من الجبنه على الوش وفلفل. تعالوا نشوف مقاديره ونعمله مع بعض، ده مشهور قوي في امريكا وانا اكلته عجبني قوي فقلت لازم تشوفوه وتجربوه. اول حاجه عندي نص كيلو من اللحم المفروم، نص كيلو من اللحم المفروم. عندنا كمان بصلتين مفرومين واتنين بيضه وشريحه من التوست او شريحتين من التوست المفروم. كمان عندنا نص معلقه بهارات وكوبايه من الطماطم الكونكاسيه، هنعملها مع بعض، هنعمل الطماطم الكونكاسيه مع بعض. وعندي قرنين فلفل او سمرتين فلفل مشوي اخضر، وبرده سمرتين من الفلفل الهالابينو المخلل، واخر حاجه كوبايتين من الجبنه. تعالوا نقول تاني المقادير. اول حاجه عندي نص كيلو من اللحم المفروم، نص كيلو من اللحم المفروم، وبصلتين وشريحتين من التوست، شريحتين اهم من التوست المفروم، توست ابيض. وعندنا سمرتين فلفل اخضر، سمرتين من الفلفل الاخضر مفروم، واتنين بيضه، وبرده سمرتين من الفلفل المخلل الهالابينو، وطماطم كونكاسيه ورشه بهارات. تعالوا مع بعض ناخد الاول الطماطم الكونكاسيه عشان نعملها مع بعض. ازاي بقى؟ ده اللي هنشوفه. بس هنقل دي كده. وهنا طماطم الكونكاسيه هي بساطة قوي، الفيليه بتاع الطماطم، الفيليه بتاع الطماطم وزعتر، معلقة زعتر وتوم سليم شرايح او مفروم، ومعلقتين ثلاثة من زيت الزيتون. ادي الطماطم الكونكاسيه اصلها الايطالي في كل حتة في العالم. تاني طماطم الكونكاسيه زي ما قلنا، معلقتين زيت زيتون وفصين ثلاثة توم مفروم ومعلقة زعتر وحوالي نص كيلو لثلاث ارباع كيلو من الطماطم المتقشرة ومتقطعة، كله مع بعضه كده على الني، ني في ني، وهنحطه في الطاسة بتاعتنا ونغطيه. مش هندي أي تتبيل غير لما نشوف، حبينا نحط شوية ملح بسيط مفيش مشكلة، لكن هي كده ده أصل الطماطم الكونكاسيه زي الكتاب ما بيقول، زي ما بيعملوها في إيطاليا. خلاص قلنا معلقتين زيت زيتون وثلاث أربع فصوص توم ومعلقة زعتر وحوالي من نص كيلو لثلاث أرباع طماطم مبشورة أو متقشرة ومتاخد الفيليه بتاعها. عايز أقول لكم حاجة بقى، ملاحظ إن الطماطم غالية اليومين دول، يعني وصلت ل 7 8 جنيه الكيلو. الأغرب إن الفلفل الألوان وصل ل 26 جنيه، عشان كده أنا مش هستعمله لغاية ما يرخص تاني. أنا بقول أهو على الهواء، أنا ممكن أجيب فلفل ألوان لو ب 100 جنيه الكيلو مفيش مشكلة، لكن إحنا عايزين لما السلعة تغلى أكتر من اللازم ما نستعملهاش لغاية ما سعرها يرخص تاني. إيه اللي يوصل الفلفل الألوان للأسعار دي؟ أنا مش عارف صراحة. يعني أنا بناشد كل الشركات المنتجة، سواء كانت اللي بتنتج الزعتر أو الريحان أو الفلفل الألوان، يا ريت تراعوا ظروف الناس، لأن طبعًا إحنا اللي عرفنا، أو الشيفات الجمال هم اللي عرفوا الناس على الفلفل الألوان وعلى الريحان وعلى الكلام ده، خلوا له سعر. كان زمان حزمة الفلفل حزمة الريحان بنجيبها من أي سوبر ماركت في حدود جنيه، جنيه وربع، دلوقتي وصلت لخمسة جنيه، والزعتر قد كده بخمسة جنيه، طب ليه؟ ليه كل ده؟ إيه اللي حصل؟ ما نعرفش. عشان كده أنا مش هشتغل بالفلفل الألوان غير لما يرخص، هشتغل بالفلفل الأخضر لأن ده موجود ورخيص جدا في السوق. أنا بس حبيت أقول المعلومة. الطماطم إن شاء الله هترخص قريب، بس الطماطم ما نقدرش نستغنى عنها وإن شاء الله سعرها يخف تاني. تعالوا مع بعض، أنا بس بعمل شوية رز هنا أهو، حطيت زيت وحطيت حتة زبدة وشوية ملح ورز، أنا قلت يستوي واحنا شغالين مع بعض كده عشان الاكله الثانيه واحنا بنعملها. طبعا احنا عارفين مقادير الرز بنقولها مرارا وتكرارا، كل ما نيجي نعمل رز بنقوله، هنغطي عليه ونسيبه بقى يغلي مع بعضه هنا على النار قويه شويه، بعد كده نحطه على نار هاديه. نرجع تاني للطماطم الكونكاسيه. تاني الطماطم الكونكاسيه عباره عن حوالي 3 ارباع كيلو طماطم فيليه مفروم، فصين ثلاثة توم مفرومين، ومعلقة زعتر مفروم، ومعلقتين زيت زيتون بدون أي إضافات على الني، وحطيناها كده تغلي. تعالوا بقى نروح على الكفتة. أولاً عندي رغيف باجيت، ده الأساس في الساندوتش. رغيف كبير كده سليم. أهو. هناخده نحمصه لمدة نص دقيقة تحت الشواية. أهو، سوري يا أحمد معلش أهو.
ناخد بقى الرغيف. معلش معلش يا نونو. هنحمصه بس لمده دقيقتين جوه او تحت الشوايه، وهنيجي هنا بقى نخلط الخليط بتاع الكفته. والكفته دي مش محمره، الكفته دي هتبقى زي الستيم. يعني ايه زي الستيم؟ كله هنشوفه مع بعض، كله هنشوفه مع بعض. يعني هتبقى تحت في الفرن او تحت الشوايه. هنجيب بوله كبيره ونجيب طبق، وناخد البصل، ناخد التوست المفروم، عيش فينو مفروم، اي حاجه مفرومه ما فيش مشكله، وناخد اللحمه ورشه البهارات وشويه ملح وشويه فلفل. في اسهل من كده كفته اهو؟ شويه ملح وشويه من الفلفل، وزي ما قلت التوست مع البصل مع الملح والفلفل ورشه البهارات وكده اهو، وندعكهم مع بعض. شايفين؟ ندعكهم لغايه ما يبقوا كلهم خليط واحد. الكفته دي ممكن تاكلوها محمره؟ ممكن ناكلها محمره. ممكن نشويها؟ ممكن نشويها. يعني في اختيارات كتير قوي جوه الاكل بتاعنا. هنجيب صينيه وهنعمل الكفته زي ما قلت، عايزين تعملوها على الشوايه. بس لو على الشوايه هنعمل ايه؟ هنحطها ونغطيها بحاجه. يا شيف ادري، صباح الفل حبيب قلبي، ازاي حضرتك؟ ربنا يخليك يا شيف، منورنا والله يا شيف ادري، وحشنا ووحشنا صوتك. ربنا يخليك يا حبيبي، طمنا عليك. الله يخليك. انا بشكرك اولا على الواجب اللي انت عملته مع حبيبنا وصديقنا الاستاذ تامر. لا لا مفيش حاجه خالص، ده اخونا واي حد من طرفك هو. ربنا يخليك يا رب. جميل يعني، برضه جميل. بشكرك بشكرك على اخلاقك الجميله، وعلى يعني مش عارف اقول اشكر فيك اقول ايه، بس والله ربنا يخليك يا حبيبي. انا بس ليا ملحوظه جميله قوي انت بدات بيها النهارده. اتفضل. عجبتني قوي المبادره بتاعت الاسعار. يا ريت فعلا انت يعني اتبع الموضوع ده، وخد الحته دي كده اتكلم فيها واشتغل عليها، لان هي حاجه مهمه جدا قوي 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 بجد. فعلا لفتت نظري وانا بتفرج على برنامج القناه بتاعتك دلوقتي. ربنا يخليك. حلو حلو ان انت تشتغل على حاجه زي كده، لان الناس تعبانه فعلا. ما انا يعني، يعني اصلي الفلفل ده مش 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 لحمه، مش فراخ، مش بالزبط سمك. بالزبط. لكن اما يوصل سعره ل 26 او 27 جنيه ده لا حاجه غريبه يعني. ايه اللي وصله لكده؟ من خلال البرنامج بتاعك انت بتعمل حاجه جميله قوي دلوقتي، ويا ريت كل الزملاء يتابعوها. يعني دي مراعاة للناس يعني، يعني من خلال البرنامج بتاعك انت بدات مبادره جميله قوي. ربنا يخليك يعني. وان شاء الله برضو اي حاجه تغلى هقول لهم يا جماعه ممكن نوقف شراها شويه لغايه ما سعرها يرخص. انت بتلفت نظر، ما بتعملش يعني حاجه لا ده بتلفت نظر يعني السوق، بس مش اكتر من كده يعني، عشان الناس ما تتفهمش غلط بس يعني. كتر الف خيرك على ملحوظتك الجميله. ربنا يخليك. وطمنا عليك وكلمنا دايما يا شيف ادري. واحنا طبعا عايز اقول لك بلغ سلامي لاستاذنا الفاضل الشيف سمير وكل الناس الموجوده عندك، يا رب يخليهم. وانا طبعا سعيد بتليفونك، بشكرك على اتصالك الجميل. شيف ادري صديقنا وصديق البرنامج، بيكلمنا من المملكه العربيه السعوديه ومن المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ريت تبلغنا سلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وان شاء الله نروح قريب. بشكرك يا شيف ادري. احنا عملنا الكفته اهي، كور كبيره، كور كبيره، وهتخش في الفرن تحت الشوايه. زي ما قلت لو عايزين تعملوها على الشوايه هنغطيها، يعني لو حطيتوها على الشوايه ممكن نغطيها عشان البخار بتاعها اللي هيطلع هو اللي هيسويها، لكن في الفرن هيبقى الفرن مكتوم. يعني انا اهو كان ممكن نجيب الشوايه السريعه دي اللي هي لا المقفوله اسرع، برضه هتبقى مغلقه قوي فالبخار هتكتمه جواها، هتطلعها معانا حلوه قوي كده. فده عايز اقول حلوة الكفتة دي وهتطلع جميلة جدا اهو. احنا عملناها كبيرة في حجم البيضة البلدي، وهنشيلها دلوقتي ندخلها ثواني تحت الشواية على بال ما نجهز بس القلاية بتاعتنا. رغيف يا احمد. طبعا مفيش لا خس ولا طماطم ولا اي حاجة جوه الساندوتش ده. ليه؟ لان احنا زي ما بنقول سندوتش جديد من نوعه، حاجه مختلفه. طماطم الكونكاسيه تاني اهي، شايفين؟ تاني هذكركم عشان بس نعرف الكلمه دي جايه من ايه، او الكونكاسيه يعني معناها ايه. كونكاسيه طماطم، فيليه طماطم وتوم مفروم او توم متقطع شرايح، وزعتر وزيت زيتون. انا ممكن اكشفها شويه كده
بعد ما غليت معاها عشان تتبخر شوية، لأن لازم الموضوع ده يتكاثف يبقى الثلاث ارباع الكمية. يا أستاذة سارة. أهلا بحضرتك. شيف بعد إذنك عاوزة بس أستفسر منك عن الخلطة بتاعة الحمام المحشي. الحمام المحشي حاضر، وإيه تاني؟ أعملها إزاي؟ حاضر، عايزة رز ولا عايزة فريك؟ لا فريك. حاضر من عينيا، هي الاتنين زي بعض. حاجة تانية؟ لا بس كده، وشكرا قوي للي انت بتعمله اصلا، والله حاجه تفتح النفس قوي. ربنا يخليك، ده من ذوقك، ربنا يخليك. شكلك ذوق جدا والله، وانا النهارده اول مره بتابعك وان شاء الله معاك على طول. يا خبر ابيض، اول مره بتتابعيني؟ يا خبر ابيض، ده احنا قربنا نسلم النمره. ماشي، عموما انا سعيد باتصالك، وسعيد ان انا طبعا بنكتسب حد من الجمهور جديد، وربنا يخليك يا رب ساره. وهقول لك على الحمام المحشي نعمله ازاي. هنجيب بصلتين نفرمهم او نبشرهم، حطهم على النار في معلقتين زبده او معلقتين زيت زي ما انتوا عايزين يعني، او سمنه زي ما تحبوا. يا دوب البصل يشم النار يدبل، حط عليه شويه جوزة الطيب وشويه بهارات، وكمان شويه من طماطمايه او اتنين مبشورين. ولو عند الكبد والقوانص بتاعه الحمام بقطعها قطع صغيره واشوحها مع البصل قبل ما نضيف الطماطم. بعد كده بركنهم على جنب، واغسل الرز بعد ما يتغسل معايا، اقوم ضايفه على الخليط بتاع البصل. لو هعمل فريك، وده الاهم اللي كانت بتسال عليه، هيتغسل الفريك مره واثنين وثلاثه. طريقه الغسل هي ده سر في الموضوع. لحظه، هنجيب بولتين مثلا كبار، وهنحط الفريك هنا ونملى ميه. هتلاقوا في شوائب على الوش، نشيلها بالايد، وبعد كده ننشل الفريك بايدينا كده بصوابعنا، نحطه في البوله الثانيه ونحط ميه تاني وننشله ونغير بقى، ندلق الميه اللي هنا ونغير ثلاث اربع مرات لغايه ما الفريك ما يسيبش رواسب جوه البوله، لان الفريك ممكن يكون فيه ساعات قطع صغيره من الرمل او زلط صغير، فده مشكله. بعد كده باخد الفريك انقعه على الاقل ثلاث اربع ساعات قبل ما اسويه، واخده اصفيه من الميه واحطه على البصل واسقيه بشويه مرق، يعني شوربه بتاعت لحمه او شوربه فراخ او ميه عاديه، لغايه ما يخش ثلاث ارباع سوا، سواء كان الرز او الفريك. بطلعه افرده يبرد خالص، وبعد ما يبرد بنورق الحمام. يعني نورق الحمام؟ يعني ندخل صباعنا كده من عند الزور ونمشي بصباعنا لغايه ما يوصل عند البطن، بس ما نفتحش الحته اللي عند البطن، ونيجي نجيب الحشو بتاعنا، وما نحطش كمية حشو كتير، لأن الحشو الكتير في الحمام هيفرقع الجلد. نحط كده الحشو بتاعنا ونلفه ببلاستيك فيلم أو البلاستيك رول اللي هو الموجود في السوبر ماركت، وبعدين بألمونيوم، ونحط مية على النار فيها بصل وجزر وكرفس وورق لور وشوية حبهان تغلي وشوية ملح، أو مسقط فيها الحمام لغاية ما يستوي. ولما طلعه أسيبه يهدى لمدة دقيقة، وبعد كده وهو دافي سخن ما فيش مشكله، اجيب معلقتين من الزبادي ومعلقه صلصه طماطم ومعلقتين زيت ومعلقتين من عصير الليمون، اقلبهم مع بعض وادهن الحمام، يحمره في الزيت الغزير، يدخله تحت الشوايه، وبالهنا والشفا. هناخد معانا اتصال وبعد كده نشوف اخبار الكفته ايه. يا استاذه فيفي. الو، السلام عليكم. اهلا بحضرتك. تحياتي لك ولاسره البرنامج، للمخرجنا الرائع اسامه، والاعداد الجميل بتاع حضرتك، وسلم ايديك وعينيك على كل حاجه بتعملها لنا. يا رب يخليك. اولا انا طبعا اسامه مش موجود معانا، بس انا هبلغه تحيات حضرتك، ومعانا مخرج برضو من الروائع او الناس الجميله. ربنا الاخر ما شاء الله، ربنا يحميه ويحافظ عليه. يا رب يخليك. محمد النقلي ده من الناس الجميله قوي. سلم لي على محمد النقلي وعليهم كلهم طبعا. يا ربنا يخليك يعني يا رب. مدام فيفي، الحلقه غايه في الروعه وغايه في الجمال بصراحه. ده حضراتكم اللي غايه في الروعه والجمال، ربنا يخليك يا رب. خليك وتسلم ايديك. انا عايزه اكلم حضرتك على حاجه، بما ان حضرتك النهارده اتكلمت عن الغلاء، حضرتك كلمت قبل كده السبق في ان انت فاكر الموضوع بتاع اللحمه، قلنا ان البدائل اللحمه، وقعدنا اشتغلنا على الموضوع ده. انا دايما الشيف يسري دايما باستمرار، ليه السبق في كل حاجه ما شاء الله عليك، ربنا يخليك. الله يخليك يا رب، الله يكرمك. انت طبعا حاسس بينا، انت رب اسره، واكيد واحد فرد من فرد العائله المصريه اللي بيحسوا قوي بالمشاهد، وبيحسوا قوي بست البيت اللي المطلوب بيبقى عامل ازاي، وتروح تجيب الحاجه تبقى غاليه ازاي. والحمد لله ان ايه يعني برضو حضرتك بتنبه وتنوه للحاجات دي اللي بتعمل لها مقاطعه زي الفلفل والالوان، وفي بدائل بقى عنها نستغنى عنها على الاقل. في الفلفل الاخضر، الفلفل الاصل. أيوة. في الاصل. أيوة. في الفلفل. أيوة. هو الفلفل الاخضر. ايوه، في حاجه بقى عايز اكلم حضرتك فيها. فضل. بالنسبه للتوابل، التوابل في ناس كتير ما تعرفش استخداماتها، زي المرمريه، زي السماق،
زي الروزماري زي الحاجات دي. ممكن حضرتك كل مرة تمسك لنا تابل وتقول فوائده وتقول باستخداماته عشان برضو الناس تبقى فاهمة أو البنات الصغيرين اللي لسه مبتدئين يعرفوا إيه أنواع التوابل وإيه استخداماتها وفي اللي في المشويات واللي في الأسماك واللي وكذا، ولا ده صعب؟ لا لا سهل جدا، وحضراتكم تأمروا وإن شاء الله نبقى نجيب كل فترة كده انواع من الحاجات، ويا ريت ان شاء الله لما الاقيها خضره هجيبها وهي خضره واجيبها وهي ناشفه ونقول دي بتستعمل في كذا وكذا وكذا. حاضر، تحت امرك. انا بشكرك يا مدام فيفي على اتصالك، وان شاء الله دايما نكون عند حسن ظن حضراتكم. انا بس الكفته شمعت، انا دخلتها هنا، هنا محكم شويه عشان هنا مقفوله فهتسويها اسرع. بعد ما تستوي مش هعمل حاجه غير اما نرجع من الفاصل. هستاذنكم ناخد فاصل، هنرص الكفته هنا وننزل عليها بالطماطم الكونكاسيه والفلفل والفلفل الحامي والجبنه وندخلها الفرن. دخلنا العيش تحت الشوايه، وبعدين اضفنا اللحمه على البصل على رشه البهارات على التوست، فرمناهم مع بعض وعملناهم كور وحطيناهم في القلايه او في الشوايه زي ما تسموها. وعندي هنا البيض، كان فيه عدد 2 بيضه هناخدهم هنا. حطينا حته شويه زيت، معلقه زيت صغيره وشويه زبده، وهننزل بعدد 2 بيضه. طب انت هتعمل بيض ايه؟ بيض كرامبل اهو، بيض مقلي زي اللي انتوا بتعملوه في البيت. هنضيف عليه شويه ملح صغيرين وشويه فلفل صغيرين. بيض ولحمه وطماطم، اه سندوتش بقى، وجبه كامله يعني مش محتاج. اهو خلاص البيض استوى اهو، نرفع ونروح ناخد معلقه وناخد الطماطم الكونكاسيه ندهن تحت شويه من الطماطم. واخبار الكفته ايه؟ نقوم رافعين عن الشوايه او القلايه او سموا زي ما تسموا، وناخد الكفته كده بشكلها ده اهي مستويه. اهي كله قدامكم اهو، مستويه ولا مش مستويه؟ كله على الطبيعه زي ما بنقول، عشان بس ما بحبش حد يشكك في الموضوع، صح يا محمد؟ ناخد معانا اتصال واحنا بنغرف الكفته الجميله دي كده يا مدام الهام. صباح الخير يا شيف يسري. صباح الخير يا فندم. اقول لك يا اسطوره المطبخ العربي، ولا اقول لك ايه على فكرك وموسوعتك العلميه ولا تقولي حاجه، ربنا يخليكوا ليا. بس انا مش لاقيه كلام اقوله لك بجد يا شيف يسري. ربنا يكرمك، ده من ذوقك، ربنا يخليك. انا بشكرك على الجيلاتي اللي عملته، طبعا كان قيم جدا جدا. الايس كريم الدايت اللي احنا عملناه. والله 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 يا شيف يسري، ومفيش تكلفه كمان ليه، وكان جميل جدا جدا، حتى وصل للهيئات الحكوميه، انا وصلته على طريق بنتي طبعا. وكل عمله طبعا وبيشكروك جدا جدا. ده انا اللي بشكرك، ربنا يخليك يا رب، الله يكرمك. والله يا شيف يسري ربنا يخليك لينا بجد، على اي اقل الاقل بتعمل لنا وملك لنا بيتنا بالخير وبالبركه. الله يبارك فيكم، ده انتوا بس عشان انتوا ناس جميله فالحاجه بتوصل لكم جميله. ربنا يخليك يا مدام الهام، وانا مش عارف اشكركم ازاي والله. نوعنا منه تاني يا شيف يسري. حاضر، من عينينا من عينينا. حاضر، وعايزه منك يا شيف يسري طريقه الكفته دي تاني اللي عملتها حضرتك دلوقتي. حاضر، من عينيا. حاضر، حاجه تانيه؟ وبشكر فريق الاعداد كله على حسن استقبالهم لينا وعلى طريقتهم معانا في التعامل يا فندم. احنا عايز اقول لكم بس ان جميع العاملين في تلفزيون الحياه على نفس الشاكله اللي حضرتك بترد عليها، يعني كلهم بلا استثناء بلا استثناء، عشان ما ننساش حد، داس في منتهى الادب والاحترام والذوق، ومهما اتكلمنا مش هنوفهم حقهم. انا بشكرك يا مدام الهام على اتصالك الجميل، وعايز اقول احنا عملنا ايه، حطينا الكفته، حطينا البيض عليها، وبعدين صوص طماطم او الطماطم الكونكاسيه، وبنزود تاني شويه من الطماطم الكونكاسيه والفلفل المشوي اهو. سندوتش بقى، يعني اكله غدا عشاء زي ما تسموه، بس المهم ان انتوا تنفذوه. اللي حابب بقى فلفل هالابينو يحط شويه. انا اكلت السندوتش ده عجبني روعه، قلت ما ينفعش ما تاكلهوش معانا. جبنه بقى، قبل ما يقولنا بقى الاطباء بتوعنا الجمال بكره يقول لك الجبنه، فقلنا نستغل اليوم ونحط الجبنه اللي احنا بنحبها، كميه من الجبنه كده عليها. وانا بس بعتذر طبعا للاطباء بتوعنا الدكتور احمد ودكتور ليندا. هنعمل ايه، هو الاكله كده، فهناخد ده كده. طبعا اللي بيعملوا دايت يمتنعون، صح يا ساره؟ يعني ما تاكليش من الرغيف ده خالص. هناخد ده نحطه تحت الشوايه لمده ثواني ويسيح الجبنه، وبعد كده نطلعه.